الخير، اهلا بحضراتكم معنا لقاء متجدد مع برنامجنا من القاهره ومتابعاته بالتاكيد تحليلات اكثر من وقفه حواريه تتواصل مع حضراتكم من دلوقتي وحتى منتصف ليل القاهره باذن الله. الحقيقه وقفتنا الحواريه الاولى هنتكلم من خلالها على العلاقه بين الارهاب والتنميه، لان الحقيقه في علاقه وثيقه بين الاثنين. التنميه من جميع وجهاتها، سواء كانت التنميه اجتماعيه او اقتصاديه بشرية بصفة عامة، وإن كنا هنخص بالذكر التنمية الاجتماعية، بالتأكيد في تأثير سلبي للإرهاب على التنمية الاجتماعية، وفي تأثير إيجابي للتنمية الاجتماعية على مواجهة الإرهاب واستئصاله من جذوره. لما بنتكلم على سبيل المثال عن سيناء، غير المواجهة الأمنية اللي بنشوفها والصولات والجولات لقواتنا المسلحة في استئصال جذور الإرهاب، الحل الأنجع دوما في المواجهة الفكرية وأيضا في التعمير والتنمية في سيناء، لأن هي اللي بحق هتنجح في أن هي تستأصل هذا الإرهاب الآثم من جذوره. العوز، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها الشباب بالتأكيد هي اللي بتكون جواز مرور للإرهاب لكي ينفذ في عقول هؤلاء. بيحصل شكل من أشكال غسيل المخ، خلط بيخلي ربما بعضهم يتوهم أنه عندما يقوم بأعمال العنف هي في سبيل الله وسبيل الوطن، وبالتأكيد الدين الإسلامي الحنيف منها براء. وكل الكلام ده الحقيقة بيكرس لهذه العلاقة الوثيقة بين الإرهاب وبين البعد الاجتماعي، اللي كان واحدة من الشغل الشاغل للمؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية اللي بتستضيفه مدينة شرم الشيخ. وبالتأكيد كان من ضمن المطروح هو كيفية القضاء على الإرهاب من جذوره من خلال وضع في الاعتبار هذه الثوابت الاجتماعية والاقتصادية في التعامل مع الإرهاب لتضييق الخناق على الإرهاب والأهداف الفاسدة للتنظيمات الإرهابية المختلفة. ده حوارنا الأول. حوارنا الثاني ليه بعد اقتصادي كبير جدا، متمثل في الإجراءات والخطوات اللي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة في ساحة الاقتصاد تحديدا، تعويم الجنيه، تحرير سعر الصرف، القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات اللي اتخذت، اللي بالتأكيد هنحاول نستشرف إيه هيكون تأثيرها على ساحة الاقتصاد، على أفاق الاستثمار وغيرها، بالنظر على الأقل بشكل مبدئي للي حصل لحد دلوقتي. الانخفاض النسبي في العملة الأمريكية الدولار، وأيضا هيكون في قراءة الحقيقة في الإجراءات الاقتصادية الأخيرة اللي اتخذت وانعكاستها، وفي إشارة إلى مدخلنا الخبري عما تابعناه من وصول حصيلة البنوك من النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار وأصداء ذلك على الوضعية الاقتصادية وأفاق الاستثمار في مصر. نبقى مع حضراتكم وجولتنا الإخبارية المعتادة، تعتبر محطتنا الأولى في متابعتنا مع حضراتكم في من القاهرة النهاردة. رئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ نموذج إداري مختلف في المدن الجديدة من خلال القضاء على البيروقراطية وإيجاد مرونة أكبر في التعامل مع المستثمرين والمواطنين، بما يمكن من تحقيق معدلات أسرع للتنمية في هذه المناطق لتكون نموذجا يحتذى به في جميع المشروعات الجديدة الجاري إنشائها في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. كما وجه الرئيس بأهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من مشروعات الطرق والمحاور المرورية الجديدة وتطوير الطرق القائمة بالفعل، وذلك بهدف تخفيف الاختناقات المرورية وتيسير حركة نقل المواطنين، لا سيما من خلال الانتهاء قبل نهاية العام الجاري من مشروعي الطريقين الأوسطي والإقليمي والمرحلة الثانية من محور رود الفرج. جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني. وافق رئيس مجلس الوزراء مهندس شريف إسماعيل على إنشاء لجنة عليا مشتركة تضم عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتتولى إعداد مخطط لتنشيط السياحة في مصر. بالتأكيد واحدة من التطلعات والأولويات القصوى هو دعم هذا القطاع الحيوي جدا في مصر السياحة، وربما بدأنا يعني نلمس بذور هذا التحسن في
وضع السياحة وموقع مصر على الخريطة السياحية، وننتظر المزيد بالتأكيد في الفترة القريبة القادمة. هذه الموافقة لإعداد مخطط التنشيط السياحي جاءت خلال الاجتماع اللي عقده رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين في مجال السياحة على هامش مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية بشرم الشيخ، اللي هنفرد لها حوار نخصصه لدراسة هذا البعد الاجتماعي في مواجهة الإرهاب. تناول الاجتماع كذلك وضع السياحة في مصر والتعرف على مشاكل المستثمرين وكيفية مساعدة هذا القطاع في التغلب على ما يواجهه من مشكلات، وكذلك دور الحكومة في تدليل العقبات. وعرض الحاضرون عدد من النقاط لتخفيف الأعباء الاقتصادية الواقعة عليهم والتي سبق وأن تم بحثها بواسطة الحكومة، والآليات بالتأكيد كانت مطروحة بقوة حول كيفية تحقيق الارتقاء بقطاع السياحة وفتح أسواق جديدة في هذا المجال. أعلن رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال إسقاط عضوية أنور السادات رسميا بأغلبية 468 نائب ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت وغياب 112 عضوا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي شهدت إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية وهو 398 نائب، موافق على طلب إسقاط العضوية عن أنور السادات بما يعادل ثلثي أعضاء مجلس النواب. معنا للمزيد من المتابعة الأستاذ نبيل الجمل وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. مساء الخير استاذ نبيل، تحية لحضرتك. اهلا، مساء الخير يا فندم، مساء الخير. يعني نتعرف على خلفيات اسقاط العضويه وايه الخطوات اللي بذلتها اللجنه التشريعيه بالبرلمان حتى ما قال اليه الامر من اسقاط العضويه بالفعل بعد اكتمال النصاب المطلوب لاسقاط عضويه النائب السابق. الوقت يا فندم برضه يعني للمره الثالثه او الرابعه مع مداخلات مع قناه فضائيه عايزين نصحح الاسم ونقول محمد انور عصمت السادات. تمام ان بيبقى في خلط بين اسم الراحل الزعيم انور السادات. لا طبعا مفهوم، طبعا يعني مفهوم بالنسبه لي محمد انور عصمت السادات. في اجيال مثلا قصر لسه ما عاشتش الفتره، عشان نقول رسالة للشباب الصغير يبقى عارف ان ده في فرق. اتفضل يا فندم. اولا الموضوع وحل لنا من لجنة القيم. لجنة القيم وافقت على احالته اسقاط عضويته. الامر بيستتبع ان الامر يعرض على اللجنة التشريعية. فعرض الامر على اللجنة التشريعية، اللجنة التشريعية عدد أعضائها 49، 40 صوتوا على إسقاط العضوية، 3 امتنعوا، 3 رفضوا، 3 ما حضروش الجلسة. مجموع من نادى بإسقاط العضوية 40 نائب من مجموع 49 على حسب مفهوم لحضرتك. إذن الأصوات الموافقة على إسقاط العضوية يعني تفوق الثلثي لأعضاء مجلس النواب. ده أنا بتكلم على اللجنة التشريعية. اللجنة التشريعية 40، 3 امتنعوا، 3 ما جوش، 3 رفضوا. أنا في رأيي إن اللي امتنع واللي ما جاش ده يقلل من رصيد، إذا كان عن طريق الإحراج يقلل من العضو، لانه لو محرج لو هو معاه كان جه وقال برفض العضويه. يعني لكن خلاص يعني يمكن القول ان المساله حسمت يا استاذ نبيل. وبالتالي حيلت الى المجلس النهارده ب 468 صوت نائب صوتوا على اسقاط العضويه. ده بالتأكيد طبعا على خلفية واقع تزوير توقيعات النواب على مشاريع القوانين وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية كما أفاد الخبر. أنا
انا يعني عذرا يا استاذ نبيل لتقطع الصوت، لكن يعني انا اكتفي بالقدر اللي يعني افتكر وصل من حضرتك يعني بشكل نسبيا واضح للمشاهد الكريم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ نبيل الجمل، وكيل اللجنه الدستوريه والتشريعيه لمجلس النواب. أفاد المتحدث العسكري بأن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء داهمت عدد من البؤر الإرهابية، جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لمداهمة وتمشيط باقي البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر التكفيرية، ما أسفر عن مقتل 6 تكفيريين والقبض على 18 فردا من المشتبه بهم وتفجير مخزنين للمواد المتفجرة وثماني عبوات ناسفة معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك. عقد وزير الخارجية سامح شكري في واشنطن محادثات مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الجارية حاليا في منطقة الشرق الأوسط والرؤى المصرية الأمريكية تجاهها، خاصة الأوضاع في سوريا وليبيا وفلسطين. شهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية اللي بتجمع البلدين وضرورة تعزيزها في ظل القيادة الأمريكية الجديدة دونالد ترامب. فيما يخص سوريا أكد سامح شكري أن موقف مصر يتأسس على حل الأزمة سياسيا مع الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسستها. وحول ليبيا أكد وزير الخارجية على محورية اتفاق السخيرات في حل الأزمة، مستعرضا نتائج جهود اللجنة المصرية المعنية بليبيا. كما أكد شكري التزام مصر بدعم إقامة الدولة الفلسطينية واستئناف مفاوضات السلام. وتيلرسون في المقابل أكد على نظرة الولايات المتحدة لمصر كشريك حقيقي في الشرق الأوسط والحرص الأمريكي على دعم مصر لتجاوز التحديات التي تواجهها حاليا على الأصعدة كافة. الإرهاب، التنمية الاجتماعية، الطريقة المثلى لمواجهة الإرهاب على أكثر من جبهة، المواجهة الأمنية، المواجهة الفكرية والمواجهة أيضا بالتنمية. بالتأكيد يعني كل هذه المعطيات فرضت نفسها بقوة على المؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية المنعقد بمدينة السلام بشرم الشيخ. هو موضوع حوارنا القادم مع حضراتكم بعد الفاصل. القضاء على الإرهاب يتطلب أعلى درجات التنسيق الدولي والمحلي، ومصر تحظى بتأييد مجتمعي نظرا لسعيها للعمل على تضافر جميع قوى المجتمع مع الدولة للقضاء على تلك الآفة التي باتت تهدد المجتمعات العربية والدولية. جاء ذلك في كلمة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية. لقد حرصت الحكومة المصرية على تبني مبادرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتنظيم هذا المؤتمر على أراضيها في مدينة السلام شرم الشيخ، وبحضور مصري عالي المستوى من جميع الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة، لنؤكد دعمنا لهذه الجهود الطيبة، ونأمل أن تسهم هذه الجهود بشكل فاعل في القضاء على آفة الإرهاب. كما أثق أن مشاركة جميع الجهات المعنية في الدول العربية ستكون رسالة مهمة بالاتحاد العربي في مواجهة الإرهاب، كل وفق مسؤولياته. كما أشار رئيس الوزراء أن الدولة وضعت استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتحليل السياسات المتعلقة بالتعامل مع الإرهابيين والمتضررين من الإرهاب. الهدف من هذا هو الحيلولة دون تحول هؤلاء المتضررين إلى أعضاء في جماعات الإرهابيين، أو أن تتحول محال ومناطق إقامتهم إلى بيئة حاضنة لهم، أو إلى هدف سهل يمكن تحديده من قبل الجماعات الإرهابية. هذا فضلا عن السياسات المتعلقة بتحصين المواطنين العاديين من الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية. ولعل تطوير الخطاب الديني يمثل أحد دعائم هذه السياسات. كما أشارت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المؤتمر عقد لبحث الأسباب التي أدت إلى زيادة ظاهرة الإرهاب واستقطاب عناصر جديدة ووضع المقترحات التي تساعد على القضاء على تلك الظاهرة. الأوضاع الاجتماعية الهشة في المجتمعات العربية باستقطاب عناصر جديدة يتم زج بها للقيام بعمليات إرهابية غاشمة،
قد أدت هذه العمليات إلى ازدياد الفقر والبطالة في الدول العربية وإلى عدم الاستقرار المجتمعي، كما تقوض هذه العناصر مظاهر الحضارة والتحضر وتسيء إلى المجتمع العربي بشكل عام. هذا ويعقد المؤتمر على مدى يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي تأكيدا لاهتمام مصر بقضية مكافحة الإرهاب والتي أصبحت أحد الموضوعات الرئيسية التي تشغل الجميع. أحمد أبو الحسن، النيل. طبعا ما فيش يوم بيخلى من عمليات المداهمة والتكفيف لمنابع الإرهاب وملاحقة التنظيمات الإرهابية والإجرامية سواء في سيناء أو في غيرها، لكن بالتأكيد يعني تسليط الضوء بيكون بشكل أكبر على حجم الإنجازات اللي تحققت في سيناء من قبل قواتنا المسلحة المصرية. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق الأمن في ربوع مصر كلها، ويعني البشائر الحقيقة على الساحة تنبئ بأن الفترة القادمة هتحمل الأفضل إن شاء الله. كنا بنتكلم حقيقة عن الأدوات لمكافحة الإرهاب، هي أكثر من أداة، مصر تعمل على أكثر من جبهة: البناء والتنمية والتعمير، المواجهة الأمنية، المواجهة الفكرية، وبالتأكيد غيرها. المهم أن يكون في إحكام للسيطرة على التنظيمات الإرهابية وإرسال مفادها أن الأمن القومي المصري خط أحمر من المستحيل على أحد سواء في الداخل أو في الخارج تجاوزه. بوجه تحية لضيفي في هذا اللقاء سعادة اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا احنا كل الكلام اللي بنقوله لسه الحقيقه كان في خبر كنا بنقراه سياده اللواء عن قوات انفاذ القانون اللي قامت بيه في شمال سيناء ومداهمه لعدد من البؤر الارهابيه، وزي ما بنقول ده بقى يعني نمط حياه، يعني احنا يوميا بنسمع عن الصولات والجولات اللي بتتحقق في سبيل القضاء على الارهاب واستئصاله من جذوره. وايضا من ضمن الابعاد الايجابيه ايضا هو المؤتمر الوزاري العربي المنعقد في شرم الشيخ حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية ما بين الأسباب والمعالجات. وربطنا في بداية الحلقة بين البعد الاجتماعي والتعاطي في مواجهة الإرهاب. أخذ قراءة سريعة مع حضرتك وبعد كده نخوض في تفاصيل بالتأكيد. عشان نقترب من أذهان المشاهدين، لازم نعرف أن أي تحرك ضد أي عدائيات أو تهديد بيبدأ بوضع استراتيجي. الاستراتيجية هي القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد بما يهيئ مناخ أفضل للتنمية والاستقرار والإنتاج وحياة طبيعية. السياسات التي تنفذ لصالح تحقيق هذه الاستراتيجية هي فن استخدام الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الاستراتيجية. يعني إيه فن استخدام الأدوات؟ الدولة يوجد بها أدوات زي الفكر والتثقيف والتنمية والتعليم والوعي والقدرة الأمنية والقدرة العسكرية والقدرة المعلوماتية. كل دول لازم يستخدموا في منظومة واحدة علشان نحقق هذه الاستراتيجية. كل وزارة من وزارات الدولة يجب أن تكون منسقة في إطار مجلس الوزراء نفسه لكي تعمل عمل متناغم مترابط ممنهج منهجة صحيحة. مش كل وزارة تعمل بشكل منفرد، لازم يكون في همزة وصل. أنا بقول لحضرتك العمل في إطار منظومي زي ما حضرتك بتقول مجلس وزراء، لكي يكون هناك ناتج حقيقي لهذه الأعمال على الأرض. هذا المؤتمر يعتبر نواة طيبة لمثل هذا الفكر، ذلك أنه يقرأ خريطة الإرهاب في المنطقة أنها منتشرة في منطقة العالم العربي بشكل كبير، لا ننسى أنها في سوريا، في اليونان، في ليبيا، في اليمن، في العراق، في مصر، في السودان، منتشرة انتشار غير عادي، في الصومال، في دول عربية كثيرة يوجد. السعودية فيها أعمال إرهابية، الإمارات، والغرب مش بعيد عنها كمان. كل أنا بتكلم عن الخريطة العربية التي تتفق مع هذا المؤتمر موضوع النقاش. تمام. فهذه الخريطة بتعج بكثير من هذه العصابات ومقاولي الإرهاب الذين يمولوا من أجهزة استخبارات لها مصالح في المنطقة
لكي تبقى المنطقة مفتتة منهمكة في مشاكل واقتتال داخلي على بعد أو على خلفية طائفية أو دينية أو عرقية أو أيا كانت هذه الخلفية. المهم في الآخر ألا تفيق هذه المنطقة مما هي فيه، ثم يأتي على خلفية هذا الصراع تقسمها إلى دويلات بتقسيم مقسم وتجزئة مجزأ حتى يبقى هذا الصراع إلى أبد الأبدي. جميل جدا تعبير سيادتك مقاولي الإرهاب. يعني عايز أتوقف معاه لأن ليه بعد تمويلي، لأن واحدة من التحديات هي تكفيف منابع التمويل للإرهابيين. هو جنابك هذا المصطلح ليس مصطلح من مصطلحات الإعلام أو الدعاية، لا ده مصطلح علمي مبني على واقع الحال في هذه العصابات. ولا أقول تنظيمات، لأن هي عصابات بيقودها فرد أو فردين بيتلقوا تمويل من أجهزة استخبارات ويتلقوا معلومات ويؤمنوا ويمولوا وتمهد لهم أرضية العمل، كما أنشئ داعش وجيش النصرة وجيش سوريا الحر وغيرها والحوثيين وكل ده. كل ده ليه بكده؟ لأن كان زمان في تنظيمات، زي لما كان لهم قضايا وفكر وأيديولوجية، زي الجيش الأيرلندي، منظمة الجيش الأيرلندي لحد ما حصلت على استقلال أيرلندا، منظمة الباسك في أسبانيا، منظمة التحرير الفلسطينية كان لها أيديولوجية وفكر وتحرير أفتكر الانفصالية. الأرض. كل دول كانوا منظمات اتهموا بالإرهاب رغم أنهم منظمات تعمل لصالح فكر وأيديولوجية وهدف استراتيجي قومي، إلا أنهم اتهموا من القوى الكبرى في هذا التوقيت بأنهم إرهاب. لما جت هذه العصابات والممولين، أبو بكر البغدادي اللي هرب من جوانتنامو وراح قتل أبو مصعب الزرقاوي الذي لم يكن يتماشى مع آرائهم وساد العراق والشام وكون اللي هي داعش، هذا التنظيم العصابي الذي نشر الرعب والقتل ووصم الإسلام بوصمة يعني لا يمكن أن تكون في ديننا بأي وسيلة من الوسائل ولا بأي شكل من الأشكال ولا بأي عمق تاريخي من الأعماق، إلا أنه وجه هذه الوصمة من خلال هذه العصابات التي لا فكرة لها ولا أيديولوجية ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. هو مجرد يقتل لصالح أن يتلقى فلوس، يقتل المسلم ويقتل المسيحي ويقتل اليهودي ويقتل الإنسان. التطرف والإرهاب، النزعات الانفصالية، النعرات الطائفية وغيرها، يعني بيحاولوا ان هم يجدوا من خلالها ثغره ينفذ من خلالها جنابك. ده الغطاء، ده الغطاء طائفي ديني عرقي، ده الغطاء. لكن هي مقاولي ارهاب يتلقوا اموال ومعلومات وتمهيدات وتسهيلات للقيام بمهام معينه لانشاء او لنشر الفوضى في هذه الاماكن. هذا هو اللي احنا بنعيشه. طيب علشان احنا نوجد ادوات بقى اللي هي قلنا عليها ايه، السياسات التي تحقق الاستراتيجيه، عشان يكون كلامنا متواصل، يجب ان نعمل على مستوى التعليم، نعلم الاولاد علم وسطي في كل شيء، في الدين، في الحياه، في شؤونه الشخصيه، في تعامله مع الاخر، في كل شيء. التعليم، الوعي، الاعلام، بناء الفكر، الثقافه، كل دول بيكونوا البعد الإنساني. ثم أعمل له حماية بإيه؟ بالأجهزة الأمنية، بالأجهزة الأمنية وبالتنمية، علشان لا يعبث به أحد ولا يأخذه في طيار تحت عنوان الفقر أي أحد آخر. لأن كل الأولاد اللي اتضحك عليهم واتجندوا، اتجندوا من القرى ومن النجوع حيث لا تنمية ولم تمتد إليهم يد المعاونة ولا التعليم الجيد ولا الصحة الجيدة ولا 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 ولا. كل ده احنا دلوقتي بنتداركه وبنعمل عليه وبنعليه. علشان كده هذا المؤتمر بينبه الوزراء العرب في كل وشتى التخصصات انهم يلجأوا الى عملية، او يضعوا، مش يلجأوا، يضعوا في بؤرة اهتمامهم عمليات التنمية، سواء التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، التنمية الفكرية، ثم يكون أيضا عندهم تنمية لقدراتهم الأمنية التي تتصدى لهذا الموضوع. إذن
أدوات التصدي متعددة تأتي على البعد التنموي والبعد الفكري والتعليمي، ثم البعد الأمني يغلف ويحمي هذه المنظومة كي تعمل في إطار متزن وفي مناخ طيب لكي تنتج. التنمية البشرية شاملة وجامعة لكل أشكال التنمية اللي حضرتك تفضلت بيها. الحقيقة في جملة متكررة بنقولها كتير جدا، إن اللي يضرب الإرهاب في مقتل في سيناء تحديدا بالتنمية. نعم. ويعني ابتدى يعني الطريق يمهد للتنمية، لأن نعم. صعب إن احنا نتكلم عن تنمية بالأوضاع اللي كانت فيها سيناء في فترة سابقة قبل ما تمضي جهود المكافحة نعم. قدما نعم. زي ما احنا شايفينها نعم. دلوقتي. التوقيت الملائم حتى تحدث التنمية الحقيقية في سيناء وأدا للإرهاب وضربا له في مقتل، وإزاي نتعاطى إن احنا كل أشكال المكافحة والأدوات اللي حضرتك تفضلت بيها تكون حاضرة في التعامل مع سيناء وخصوصية سيناء. الاستراتيجية المصرية تعتبر استراتيجية مثالية، حيث أنها لا تنتظر تطهير المناطق وتأمينها لكي تبدأ التنمية. لا، ده احنا بادئين التنمية في نفس الوقت اللي احنا بنتصدى أمنيا بقوة إنفاذ القانون ضد هذه العناصر. تمام. في طرق في سيناء، في مزارع في سيناء، في أنفاق هتتعمل، في محاور، في قرى ومدن جديدة، في زراعات واستصلاحات للأراضي ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، في مصانع، في مزارع سمكية في البردويل وفي شرق الأنطرة وحول قناة السويس في ناحية الشرق وناحية الغرب. كل دي تنمية متوازية علشان هم بيكتذبوهم، احنا نكتذبهم اكتر. تمام. نكتذبهم في وظائف مجزية، في نوع من الرخاء الاجتماعي، نوع من المدارس اللي بتنشأ، الجامعة اللي موجودة والجامعات اللي هتنشأ كمان، ان في جامعة اهلية هتنشأ جديدة. كل ده حضرتك بيمشي على التوازي، لان لا يصح ان انتظر، لأن طول ما أنا منتظر أنا سايب الإنسان نهيبة وفريسة طبعا. لهم يعملوا فيه اللي هم عايزين. ده عن الأفاق التنموية زي ما نعم. حضرتك تفضل. فلذلك الإجابة على سؤال معاليك اللي هو حتة المتى، لا ده احنا على التوازي، يعني سيميلوتينيوس متلازم، كل ده متلازم على طول ماشيين بشكل متزامن. متزامن سينكرونايز. البعد الأمني نعم. لأن الحقيقة في خصوصية في سيناء، وفكرة أن أنا أقدر أعمل عمليات الملاحقة للبؤر الإرهابية مع عدم المساس بأمن المواطنين أهالي نفسينا، دي واحدة أيضا من التحديات اللي بتواجه القائمين نعم. على إنفاذ الأمن نعم. والقانون في سيناء. التحديات اللي شفناها في الفترة الأخيرة، وفكرة أن يعني ما يعني مش عايزة نتكلم يعني ما بين التهوين والتهويل نعم. في خط رفيع يعني نعم. ما يواجهه نعم. بعض الأهالي نعم. من الأخوة نعم. المسيحيين في شمال سيناء. الحدث الأخير اللي حصل في شيخ زويد وفي العريش وتعرض الأسر المصرية أولا طبعاً. ثم المسيحية في الترتيب الثاني لهذه العدائيات وهذا الضغط الكبير، هو منظومة استراتيجية استخباراتية لها هدف سياسي وهدف أمني. إيه اللي حصل؟ طب ما الأسر المسيحية كانت موجودة من زمان جوه هذا الإطار، والأسر المسلمة تعرضت إلى عدائيات أكبر من كده بكتير، وراح منها ضحايا أكتر من كده بكتير، لكن مش هو ده العنوان اللي احنا بنتكلم عنه. العنوان اللي بنتكلم عنه أن الضربة وجهت في مركز ثقل مهم جدا، وهو الوفاق الوطني واللحمة الوطنية. إن هذه اللحمة الوطنية والوفاق الوطني الذي يدعم مسيرة الدولة في خلال هذه الفترة تم توجيه هذه الضربة له. ثم التزامات المرحلة القادمة من أعمال والتزامات سياسية، منها زيارة السيد الرئيس إلى الولايات المتحدة في مارس المقبل القادم على طول مباشرة، مجرد عدة أيام أو أسابيع. هذه الزيارة موجه إليها هذا العمل، لأن ظهرت نداءات على الجانب الآخر من بعض المصريين اللي موجودين داخل الولايات المتحدة وخانوا أماناتهم وانضموا لتنظيم الإخوان أيا كان الشكل اللي بيعمله، لدعوة الناس للتظاهر
ضد الحقيقه المحور ده مهم جدا، عايز ابقى مع حضرتك فيه. انا بوضحه المساعي اليائسه والبائسه للاخلال بالامن المجتمعي وبالنسيج المجتمعي بالزبط. يعني في سيناء على سبيل المثال، يعني هو بياخد حدث. اسمح لي نرجئ اكمال كلامنا لحين متابعه موجز اخبار الساعه. اتفضلي. مع زميل فوزي جدر. اهلا بحضراتكم جديد. الحقيقه اثناء الفاصل الاخباري كنا بنتكلم انا وست اللواء حمدي بخيت، واتكلم عن فكره الحس الوطني والمسؤوليه المجتمعيه واهميه ان تكون هذه الاعتبارات حاضره بقوه لدى الجميع، سواء المسؤولين او على المستوى الشعبي ايضا، انطلاقا من التحديات اللي بتشهدها مصر في هذه المرحله المهمه والحرجه من تاريخ الوطن. بجد التحيه بسياده اللواء حمدي بخيت عضو لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب. وده خلينا نتكلم يا سياده اللواء عن ان ممارسات الارهاب مش بس في الاعمال الارهابيه، لا ده في نبرات التشكيك في الانجازات والتشكيك في النوايا وفي وطنيه القائمين على إدارة شؤون الدولة في هذه. هو ده الغرض في حرب المعلومات التي تدار ضد الدولة لإسقاطها وإضعافها وتعطيل مسيرتها، هو هذا الأسلوب، تحويل أي عمل إيجابي إلى سلبي أو أي سلبيات تضخمها. اللي حصل في العريش تم تضخيمه، ومع ذلك إجراءات الدولة كانت أكثر تضخما وأكثر سرعة وأكثر قوة في استيعاب 118 أسرة في 3 محافظات في القاهرة وأسيوط، ومعظمهم 96 كانوا في الإسماعيلية في 3-4 مناطق. الاستيعاب ده تم في 48 ساعة، مدارس وإيواء وتموين وكل حاجة. ده مش علشان إحنا زي ما بعض ما خدوا بقى العمل الإيجابي ده وقالوا لك إيه دول خافوا دول اترعبوا، لا احنا ما اترعبناش، احنا عملنا قيم الامن القومي زي ما تنص عليها ان الانسان يقع في مقدمتها، خوفنا على الانسان طبعا. لكن انا عايز اقول بقى، انا عايز عشان الذاكره، انا اسمع الجزئيه دي عايز ابقى مع حضرتك للحظه. ابلغ رد ان طبعا مفهوم ان فكره التسكين في الاسماعيليه وما الى ذلك هي مرحله انتقاليه، نعم، لكن المهم ان الرساله تبقى واضحه وصريحه ان الامور هتعود لنصابها وان هم هيعودوا لاماكنهم لينعموا بالامن المجتمعي. ما ده اللي انا كنت عايز اقول لحضرتك حتى لا تخن الذاكره. كان نداء اتوجه الى سكان المنطقه بالاخلاء، الاخلاء مؤقت بالظبط، ترحيل مؤقت. بعض الاسر استجابت ثم تم رجوعها الى جنوب الشيخ زويد بعد تطهير مناطقها. احنا ليه نسينا؟ ده كان من قريب، رجوع كذا اسره الى اماكنها كان من قريب جدا، من اقل من شهر او شهرين. يعني طب ليه احنا بنفقد الثقه في انفسنا مع ان احنا عملنا التجربه ونجحت، وفي ناس تم تعويضها بفلوس وصلت الى 1,000,000 جنيه علشان توجد بديل. كل ده الدوله لم تبخل بيه لقناعتها ان الانسان يقع في مقدمه قيم الأمن القومي. الحاجة الثانية، التجربة واضحة ومجسمة وعادية، فلا نشك إن هيحصل هذا الكلام مرة تانية مع أبنائنا المصريين الذين تم إخلاءهم من هذه المناطق مؤقتا، أو وأنا ضد كلمة تهجير خالص، ده ترحيل مؤقت أو إخلاء مؤقت، لأن هم هيرجعوا تاني لهذه الأماكن بتاعتهم لأن هم قالوا كده وبرغبتهم وبأحاديث مع كثير من هذه الأسر. إذن التركيبة كلها تركيبة وطنية سلسة من ناحية المواطن ومن ناحية الدولة، وكلها بتتم في إجراءات على أعلى مستوى. لما هم لقوا الوزارات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والمحافظين متدخلين عشان 118 أسرة، طب ليه ما عملوش ده لما التهجير من منطقة القناة؟ انتوا اسألوا أنفسكم، مش هم دول نفس الشعب ومش هم دول نفس المواطنين؟ بل حجم العدائيات التي كان يتعرض لها وحجم التدمير الذي كان يتعرضون له أيام حرب الاستنزاف كان أكبر من هذا بكثير، إلا أن حرص الدولة على الإنسان وعلى المواطن كان أعلى وأكبر في أنها توجد القرار الناجع اللي ما يخليهمش يتعرضوا لأي شيء. هذا هو لب الموضوع، وليس تضخيمه ومشيوا من المناطق
وتشتت عشان يخلونا يطبقوا علينا نظرية اللاجئين اللي مرمين في أي حتة. لا احنا ما عندناش لاجئين، احنا بنستوعب أو أبنائنا وجوه وطنهم. هو كمان لا خلينا نكمل، خلينا ان احنا نتحط في موقف دفاعي بندافع عن انفسنا وجوه وطنهم وفي مكان يعتبر افضل كمان. اذا انا لا انا خايف على الانسان المصري وبضعه في اولويه اهتمامي وبوفر له كل قيم الامن والامان، وهي دي قيم الامن القومي اللي انا بشتغل عليها. اذا كل ما يتم في هذا المؤتمر يصب في هذه الناحيه. في شق كنت حابة أتكلم مع حضرتك فيه، أفتكر أنه هو يعني على قدر كبير من الأهمية، فكرة الحرب المضادة من جانبنا أو الحملة المضادة، بمعنى لما يكون في إعلام مغلوط يروج لأفكار هدامة يجب أن يكون هناك إعلام آخر في المواجهة، وهي دي المواجهة الفكرية يعني. نعم. بشكل أو بآخر، لأن المواجهة الفكرية ليست دينية فقط يعني، هي بتصحح المفاهيم في دور منوط بالأزهر وفي أيضا دور إعلامي يجب أن يوضع فيه الاعتبار. حضرتك فكرة كمان أننا زي ما هم بيجرفوا في البشر وبيلغوا مخهم وبيستغلوا الحاجة وبيستغلوا عناصر سلبية كتير، إحنا المفروض في المقابل نستثمر في البشر ونقوي الجوانب اللي بتجعل البشر مش سهلين للانقياد. حضرتك بتتكلمي، وهم دول اللي بيعملوا عليهم فقيدة عجلة التنمية الشاملة. حضرتك بتتكلمي عن الإجراءات والأساليب التي يستخدمونها في حرب المعلومات وخاصة في بعد العمليات النفسية والإعلام. إحنا حرب المعلومات أصلاً بعلمها انقسمت لجزئين، شق هجومي زي اللي هم بيمارسوه علينا وشق دفاعي إحنا نحصن بيه أنفسنا زي ما حضرتك ذكرتي، وده علم وبيتبع وبيستغل وبيستخدم. ليه؟ لما أحصن المواطن بتاعي، الأعمال حرب المعلومات الهجومية دي مش هتأثر عليه بقدر ما نسيبه عريان كده ما فيش حد بيوعيه ولا بيقول له إعلام إيجابي زي ما حضرتك قلتي، ولا بإعلام مدروس زي ما بنتناقش أنا وحضرتك دلوقتي وبنقول للمواطن إن إحنا بنرسل لك رسالة إعلامية بنقول لك إن دولتك بتضعك في بؤرة اهتمامها وبتعمل لك هذه الإجراءات مش ضعفا منها، لأ ده حرصا عليك. أنت ليه بتبص للي بيقولوه هم؟ ما تبص للي إحنا بنعمله، هم بيقولوا لكن إحنا بنعمل. أخد بال حضرتك؟ دي الحاجة. الحاجة التانية إن أنا لما بحصن المواطن بإجراءات حرب المعلومات الدفاعية مش بحصنه في بنيته فقط، ده أنا بحصنه في فكره وفي آرائه وفي رؤيته، وبديله حاجات ملموسة على الأرض يمسكها ويشوفها ويعرف قد إيه أنا حريص على حمايته. إذن عليه أن ينتبه إلى أن ما يؤدى إليه هو تحصين وسلاح يتمسك به ضد كل هذه الخزعبلات ولا يصدقها مرة أخرى عندما تعاد أو تقال. وهناك إعلاميين استغلوا المشهد لكي يصهروا الناس قدام التلفزيونات ويقعدوا يقولوا لهم حكاوي من الغولة ويحكوا لهم حواديث علشان يعملوا إعلانات ويعملوا كلام للمحطة. دي تجارة بائرة، تجارة بائرة لا تصلح، ربنا هيحاسبهم عليها ان هم باعوا قيم امن قومي لبلدهم علشان يبيعوا منتج رخيص سهل. لكن احنا واحنا بنؤديه دلوقتي، اللي بنؤديه دلوقتي هو منتج اعلامي ناجح مهم يصل الى عقل المواطن يغذيه ويحصنه ويعطيه المثل المهم في التمسك بقيم الامن القومي في بلده، وليس انه يحكي ودنه لمثل هذه المحطات ولمثل هؤلاء المذيعين ولمثل هؤلاء الاعلاميين. ده النقطه اللي انا عايز اسيرها، ولكن انا بسيرها سرتها لك الاول باسلوب علمي وبعدين ترجمتها لك ميدانيا على الارض، من يقول الصح ومن يقول الخطا، والضحيه في الاخر مين؟ المواطن. علينا ان نحصن المواطن، تحصين المواطن ياتي باعلام ناجح شفاف قوي رسالته واضحة لا يكذب لا يخادع لا يبالغ ولا يهون في الأمور، يضع الأمور في نصابها الحقيقي. في أسر بتترحل من أمكانها برغبتها، هم اللي قالوا عايزين نمشي، إحنا علينا أن نحقق رغبتهم. الدولة كلها في خدمة المواطن المصري كلها تتحقق رغبته. ما نداءات أن الناس تمشي من المنطقة، هل هي وليدة اليوم؟ دي وليدة أيام سابقة منذ بداية هذا الصراع مع الإرهاب، لكن منهم من استجاب ومنهم من لم يستجيب ومنهم من استجاب تحت الضغط اللي حصل. إذن في كل الحالات
هم مواطنون لهم الحقوق ولهم الوقت اللي يطلبوا فيه ان الدولة تلبي. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله للمواطن، وليس معنى شوف هم اتحركوا عشان ايه. شوف ما هو دي الآلة الإعلامية القذرة التي تستخدم الأحداث بأسلوب سلبي وتحولها من شيء إيجابي إلى شيء سلبي تلعب به على أفكار المواطنين. هنا دور الإعلام الوطني طبعا دور مهم جدا. مصر سيادة اللواء حمدي بخيت دفعت فاتورة باهظة في حربها ضد الإرهاب، نعم، ووضعت نفسها في الصدارة يعني لأنها تحارب لوحدها. هي دي بقى الفكرة، نعم. بعد الضربات الإرهابية والمفروض تكون في قناعة تولدت لدى الغرب أيضا بأنه لا يوجد دولة بمنأى عن الإرهاب مهما وصلت، نعم. وأن الإرهاب ينقلب على صنعيه، نعم. اللي وفروا له هذا المناخ الآمن وهذه الأجواء المواتية لكي يقوم بأعماله الدنيئة. أشكرك على التحليل. لكن حتى هذه اللحظة صعب أن احنا نقول أن في مواجهة دولية حقيقية للإرهاب. هل المشكلة مشكلة نوايا؟ لا، هقولها لك. احنا اتفقنا في الاول في بدايه الحديث ان هذه ليست تنظيمات ولا اصحاب فكر ولا اصحاب ايديولوجيه ولا لهم مطالب شرعيه ولا لهم فكر ممكن حد يتقبله. ما هم الا مقاولي ارهاب، عصابات من خريج السجون والذين لا مستقبل لهم والذين تم الضحك على عقولهم وغسلها لكي يقوموا بهذه الاعمال الاجراميه. طيب مين اللي مول دول؟ أجهزة استخبارات لدول متعددة في البعد الدولي كانت الولايات المتحدة، لولا أنها جاءت برئيس جديد له استراتيجية أخرى، وإحنا ما زلنا في غموض مع هذه الاستراتيجية التي لم تتضح حتى الآن ولم نجد لها بشائر على الأرض حتى الآن. منها في البعد الإقليمي تركيا التي تحولت بين يوم وليلة لضرب داعش التي كانت ترعاه في شمال العراق، في شمال شرق شمال غرب العراق وشمال شرق سوريا، وبين إيران التي تستخدم الجيش الثوري وتستخدم عناصر كثيرة جدا جدا من قواتها الخاصة في المنطقة سواء في اليمن لدعم الحوثيين أو في سوريا للاقتتال لحماية نظام الأسد تحت مسميات عديدة. كل دول قطر التي تعتبر محلبة تمويل ولا وليس لها فكر واحد ولا قدرة استراتيجية واحدة سوى أنها تدفع الأوامر اللي بيتقال لها، وإلا نظام الحكم ده يمشي ويجي نظام حكم تاني وهم يعلموا هذا. كل دي أنظمة في البعد الإقليمي وفي البعد الدولي، ولا نبرئ إسرائيل ولا نبرئ إسرائيل. كل دول لعبوا في هذه الفترة لمصالح. طيب خلصت المصالح وانقلبت الآلة إلى انتهاء الحاجة من هؤلاء وتوجيه الضربات إليهم، وبدأوا ينتشروا ويخرجوا من هذه المناطق. منهم من خرج من ليبيا تحت وطأة بعض الضربات، منهم من خرج من سوريا ومن العراق تحت وطأة بعض الضربات، ومنهم من خرج من اليمن تحت وطأة بعض الضربات، ولكن في الآخر هم بيعاد انتشارهم مرة أخرى. وهم في نفس الوقت، وأرجوك تسمعي والسادة المشاهدين ما هقوله دلوقتي، تفضل، هم في هذه اللحظة يعاد تنظيمهم من داخلهم لكي يوجهوا الضربات لتلك الدول التي كانت تمدهم ماديا ومعنويا وبالتسليح وبالذخائر وبالأموال. ليه؟ علشان يضعوهم تحت ضغط استمرار التمويل واستمرار الحماية. انتوا ما تقدروش تتخلوا عنا، إذا تخليتوا عنا سنوجه هذه الضربات إلى أراضيكم. هو ده اللي هم بيعملوه دلوقتي. الضربات التي توجه إلى أوروبا وتضعها على المحك أمنيا، الضربات التي سوف تنال دول أخرى في أوروبا وتنال الولايات المتحدة، وبدأت الولايات المتحدة تستشعرها من تقارير أجهزة الاستخبارات سواء السي آي اي أو الإف بي آي أو الدي آي اي. كل دول بينبهوا إلى أن هذه العناصر ستعيد تنظيمها مرة أخرى لتوجه الضربات إليهم، ليس في أنها حبة كده، لا، لأنها بتنبه هذه الدول أنكم لو رفعتوا دعمكم عنا اللي إحنا بدأت تبان بوادره الآن الضربات دي هتوجه إليكم. إذن قلتي حضرتك الكلمة، انقلب السحر على الساحر. ليه؟ لأن الإرهاب آلة جهنمية لا تتوقف، وأي حد يتخيل أن الإرهاب سيتوقف، لا،
دي آلة جهنمية أنشأتها أجهزة الاستخبارات وبتنقلب عليها دلوقتي إنها تحاول تحمي الأنظمة بتاعتها. الإرهاب مش هيتوقف، وشراسة الحرب اللي بتقوم بها مصر ضد الإرهاب والإرهابيين أيضا لن تتوقف، وفي الفترة القادمة إن شاء الله يعني ترقى المواجهة حتى إلى ما يمكن أن يتحلى به يعني أو يمتلكه الإرهاب من تمويل أو من تطور تقني في أي عمليات. لكن الدولة التي تواجه الإرهاب بقيمها وباستراتيجية ثابتة زي مصر هي الدولة التي ستنجح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نعم. سعادة اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بنك الزناوب، شرفتني. مستمرين مع حضراتكم نحاول إجابة على تساؤل مهم جدا الحقيقة، إلى أين يتجه الاقتصاد المصري على خلفية الإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها الدولة المصرية بعد وصول حصيلة البنوك أيضا إلى أكثر من 13 مليار دولار، سعر الصرف وتعويم الجنيه وما إلى ذلك، وكيف يمكن أن يكون له أيضا انعكاسات على أفاق الاستثمار في مصر؟ حوارنا القادم بعد الفاصل. مع وصول حصيلة البنوك إلى أكثر من 13 مليار دولار في الأيام الأخيرة، طرح المصريون تساؤلات عدة حول ما إذا كان سيسهم هذا في استقرار سعر العملة الأجنبية في المستوى الطبيعي بعد ارتفاع غير مسبوق اقترن بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي. فمن جانب يرى خبراء اقتصاديون أنه من السابق لأوانه في تلك المرحلة التحدث عن توقعات بتراجع سعر الدولار، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يكون انخفاض سعر الدولار انخفاضا موسميا بسبب ضعف الطلب عليه في الفترة الحالية. كما أضاف آخرون أن حصيلة البنوك تساهم في انخفاض لحظي ساهمت فيه عوامل عدة، أبرزها تقليل حجم الطلب على الاستيراد بسبب الركود في الأسواق، وأن هذا الانخفاض ليس نتيجة عوامل إنتاجية أو تحسن في الاقتصاد المصري بشكل رئيسي. ومن جانب آخر يشير خبراء اقتصاديون إلى أن تحويلات المصريين في الخارج وزيادة استثمارات الأجانب في الأوراق المالية والعودة الجزئية للسياحة هم من أهم الأسباب التي ساهمت في انخفاض سعر الدولار وربما في استقراره في المستقبل. هذا وقد انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترة السابقة لأقل من 17 جنيها مع زيادة غير مسبوقة في حصيلة البنوك من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي ليصل للمرة الأولى منذ عام 2011 إلى 26.3 مليار دولار. أهلا بحضرتكم من جديد. وقفتنا اقتصادية في المقام الأول، وإن كان بالتأكيد الاقتصاد ليس بعيد عن السياسة والاستراتيجيات اللي بتتخذ ارتقاء إلى أن يكون في قوة دفع في المعادلات الاقتصادية في هذه المرحلة، ارتقاء أيضا إلى أفاق استثمارية أرحب في مصر سواء استثمارات مصرية عربية وأجنبية. أيضا بوجه التحية لضيفتي دكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. طبعا كنا بنتكلم في فترة سابقة عن الإجراءات اللي اتخذت، تعويم الجنيه، تحرير سعر الصرف، ضريبة القيمة الموحدة اللي شفناه بعد كده من مظاهر في انخفاض تدريجي في الدولار، وربما توقعات متفائلة بانعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، لكن في نفس الوقت توقعات متحسبة إن ربما نعود أدراجنا مرة تانية إلى ارتفاع العملة الأمريكية من جديد، وعودة أيضا إلى السوق الموازية السوق السوداء من جديد نظرا لعدم توافر يعني سيولة دولارية في البنوك. يعني هي قضية الاتجاه النزولي حصل لأن في تحسن في مؤشرات الاقتصاد، يعني الصادرات زادت، الواردات قلت، أنا قدرت إن أنا أبيع سندات دولارية، الاحتياطي بتاعي زاد، خدت جزء من الدفعات صندوق النقد الدولي وفقا للاتفاقية اللي اتفقت معها مع الصندوق، تحويلات المصريين ودي مهمة جدا رجعت إلى ما كانت عليه قبل القرارات الخاطئة اللي خلتها تهرب من مصر، فرجعت تاني إلى ما يعادل 20 مليار دولار في السنة،
وبالتالي بدأت التدفقات الداخلة تزيد مقارنة بالخارجة. التدفقات الخارجة كانت يعني بيحكمها كمبالغ ضخمة على رأسها الاستيراد، لأن أنا بعتمد في كل حاجة على الاستيراد، ومش قادر ما قدرتش حتى الآن، حتى وقتنا، حتى وإحنا بنتكلم دلوقتي حالا، أنا مش قادر أكون قاعدة إنتاجية تنتج لي بدل ما بستورد. وبالتالي النتيجة لكده المكون الاستيرادي مازال مرتفع، تنافسية الصادرات بتاعتي مازالت ضعيفة، مازال عندي مشاكل ضخمة جدا في القاعدة الإنتاجية، خاصة في الإنتاج الصناعي اللي مفترض يكون هو اللي بيديني دفع للتصدير. يعني أنا عشان أكون دولة ذات توجه تصديري زي ما كل المعجزات الاقتصادية عملت، بدأت الأول قالت إيه؟ قالت أنا إيه الصناعات اللي أقدر أصدرها بكرة؟ تمام؟ حددت بناء على دراسات اللي هي الصناعات اللي تقدر تنتجها بتكلفة نسبية أقل. في الحالة بتاعتنا إحنا الصناعات دي هي الملابس الجاهزة، هي الصناعات الغذائية، هي الصناعات الأساس والصناعات الحرفية وصناعات الجلود، يعني معروفة بالنسبة لنا هي الصناعات اللي نقدر نصدرها من بكرة. ليه؟ لأننا أوريدي بنصدرها، لكن في مشاكل داخلية وبيروقراطية ومشاكل تنظيمية بتحول دون أن في طاقات إنتاجية كبيرة جدا في مصر لا تستطيع أن هي تفعل هذه الطاقات من أجل التصدير. يبقى أنا لو تخيلت أن أنا قدرت أحط إيدي على الطاقات دي وقدرت أوجهها التوجيه الأمثل وقدرت أن أنا أعالج المعوقات اللي بتعاني منها، وأنا بكلمكيش من فراغ، أنا بكلمك بناء على دراسات ميدانية إحنا عاملينها، يعني نازلين مثلا لمصانع كثيرة في مصر بتعمل في مجال الملابس الجاهزة. كثير من المصانع بتعاني حاليا من مثلا ارتفاع تكلفة المواد الخام نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي أصبحت غير قادرة على المنافسة. ليه؟ إن هي مش قادرة تسوق إنتاجها في الخارج. لو أنا أتحت لها نوافذ أو منافذ تصديرية وساعدتها في كده وجبت لها المجموعة من الناس دي، جبت لهم المادة الخام بالجملة يعني بالكمية الكبيرة، وبالتالي تكلفة المنتج هيبقى أقل، أنا بقدر أرفع التنافسية وبقدر أخلي الصناعات دي في فترة قصيرة جدا تصدر. فالقضية قضية إيه؟ هل الحكومة الحالية لديها رؤية فيما يتعلق بأولوياتي اللي تدعم الجنيه المصري ولا لا؟ هل هذه الرؤية هي قادرة هذه الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني اللي هو أنا بتكلم على اتحاد الصناعات، بتكلم على الغرف التجارية، بتكلم على الجامعات، بتكلم على كل من يمكن أن يساهم؟ يعني أنا بتكلم على دعم تنافسية الصادرات، يبقى أنا بتكلم على تكنولوجيا، يبقى أنا بتكلم على نقل تكنولوجيا، يبقى بتكلم على تدريب عمالة عشان أرفع الإنتاجية بتاعتها، يبقى أنا بتكلم على مادة خام أحاول أجيبها بتكلفة أقل. ممكن ألجأ إلى كل المصادر المحلية وأطور قدراتي المحلية في كده، أو لو لجأت للمستورد يبقى السياسة التجارية هنا بتشتغل إزاي معايا. يعني لو أنا مثلا جيت قلت إيه، أنا هدعم كل صناعات الملابس الجاهزة في الفترة دي، إحنا على فكرة آخر رقم طلع مرتبط بصادراتنا تمام بيتكلم على إن الصادرات زادت 2 مليار دولار تمام، والواردات قلت. لكن لما تيجي تشوفي الاتنين مليار دولار اللي زادت بيهم صادراتنا هتلاقيهم مركزين في حاجتين بعيدين يعني عن ما نتمناه. يعني مثلا هتلاقيهم زادوا في مواد البناء، وهتلاقيهم زادوا في السلع الكيماوية اللي هي الأسمدة. طيب أنا دلوقتي لما أجي أقول أنا عايز أعمل اقتصاد تصديري، يبقى المفروض أن أنا أزود الصناعات اللي عندي فيها ميزة نسبية اللي أنا لسه بتكلم فيها. والميزة الأكثر أهمية بقى من القصة دي، إن أنا لو أنا دعمت تنافسية الملابس الجاهزة وصناعات الأساس وصناعات الحرفية وغيرها، أنا بشغل ناس كتير جدا. دي الميزة الأكثر أهمية، لأن الصناعات دي صناعات كثيفة العمل، وبالتالي أنا لما أقول إن أنا عايزة كل بيت في مصر بيشتغل وبينتج، وعايزة المرأة المصرية يكون لها دور مهم، لأن المرأة المصرية النهاردة عماد الأسرة وبتعاني كثيرا، هي بتعول دلوقتي 30% من الأسر تمام، عندها مشاكل، وفي نفس الوقت حتى لو هي زوجها موجود
فهي عندها مشاكل نقص الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير. فهي لو أنا اديتها فرص إن هي تشتغل وهي في بيتها، يعني بتاخد بالها من وظيفتها الإنجابية وفي نفس الوقت عندها فرص لطاقات إنتاجية، هذا هو التوجه التصديري اللي أنا بتكلم عليه، إن كل بيت في مصر يشتغل. مين اللي بيحط التنظيم ده؟ اللي بيحط التنظيم ده هي الدولة، دي مسؤولية الدولة، وفي الحالة بتاعتنا دي مسؤولية وزارة التجارة والصناعة. يعني ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا من وجود خريطة صناعية، ده كلام جيد يعني، ونزلته على الويب سايت بتاعها ان انا هنزل خريطة صناعية، والخريطة الصناعية دي هترتبط بمواقع اقليمية معينة، يعني حاجة اقول في كل اقليم ما يميز هذا الاقليم من موارد، هذه الموارد انا مطلوب مني ان انا احسن استغلالها في مشروعات، فانا بطرح مشروعات. لكن احنا مش محتاجين ده، محتاجين لاكتر من ده. احنا محتاجين اننا نيجي نقول احنا هنعمل كل الجهات اللي بتشتغل في مجال الصناعات الصغيرة، ومنها مثلا الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومنها مشروعك اللي تابع لوزارة التنمية المحلية، والأسر المنتجة اللي تابع التضامن، كل ده. عشان كده احنا بنقول عايزين هيئة للمشروعات الصغيرة مستقلة عشان تضع هذه الرؤية، بحيث انها تقول لي ايه، تقول لي مثلا ان انا وانا بنتج الملابس الجاهزه ده انا بستورد مكونات 1 2 3، بدل ما هستوردها هنتجها، او ما اعمل حضانات تنتج هذه المكونات بمواصفات قياسيه عاليه، عشان انا المنتج ده لما ادخله كله مع بعضه كده بمكوناته هصدره بره. الحقيقه الهيئه دي لازم كمان يبقى لها صلاحيات وليها طبعاً وظائف طبعاً محدده طبعاً، حتى لا تلحق بكيانات اخرى. هنا بقى ابتدينا بعد كده نفكر نحل محلها الدولار. يعني هنا النهارده انا لما اجي اتكلم على استدامة الانخفاض في قيمة الدولار، ده مرتبط بإيه؟ ده مرتبط بإن أنا الصادرات تبقى صادرات مستدامة، مش مبنية على إن أنا بصدر كهرباء. ما هو الأسمنت ده هو عبارة عن إيه؟ حجر جيري وكهرباء. فأنا مش لازم صادراتي تكون مستدامة وتكون أثارها بتشمل ناس كتير مستفيدين من ذلك، وبالتالي أنا عندي فرص هائلة في الملابس الجاهزة لازم أحركها، ودي كلها موجودة ومعروفة من واقع بيانات ودراسات ميدانية. على ذكر الواقع، البعض بيشوف يا دكتورة يمنى أن بالنظر للواقع اللي حصل دلوقتي على خلفية الإجراءات الأخيرة اللي اتخذت تحديدا تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، أنه مسكن مؤقت أوشك على الزوال. اللي هو إيه؟ التعويم. التعويم على الاقل في المرحله دي، لان احنا شايفين ان الامور الى حد ما لا مش هقول رجعت لنصابها، مش مسكن ده تعويم زلزال. يعني عايزه اقول لك هقول لك ليه، لانه بس هي الفكره احنا لو رجعنا تاني للممارسات الاحتكاريه ورجعنا تاني للسوق الموازيه يبقى كان شيء لم يكن. لا بس هو فلازم في اجراءات اخرى واجبه. انا معاكي، هو احنا محتاجين اننا نرفع مستوى كفاءه الاداء فيما نقوم به، في بالذات الأداء الاقتصادي. الأداء الاقتصادي ما زال أقل من المستوى، يعني لازم كلنا نعترف بكده. ليه بقى أقل من المستوى؟ الكلام ده إحنا مش بنقوله من فراغ، إحنا بنقوله من واقع مؤشرات. يعني يمكن لما بتتكلمي النهاردة وبتقولي أنا النهاردة لو لاحظت الاتجاه النزولي للدولار كان بدأ إزاي؟ بدأ بأنه بدأ ينزل، أما بدأ ينزل كل الناس بدأت تجري تحول الدولارات اللي معاها. يبقى ده معناه إيه؟ أن أنا عندي ناس كتير بتتاجر في الدولار، وبالتالي واخدة الدولار ده كوسيلة للتكسب، فلما بيحسوا أنه هو هيبتدي ينزل بيجروا يبيعوه عشان ما يخسروش، أو عشان خسارتهم إيه؟ تقل، فيبتدي الاتجاه النزولي يبقى مستدام. لكن هل هيكون الاعتماد على كده بس؟ لا، وبالتالي لما بيحصل ايه بقى، ان بتطلع برامج تلفزيونيه تتكلم لا ده يا جماعه دي حاجه مؤقته، ده هيطلع تاني خلاص. بتغذي مين؟ بتغذي توقعات الناس اللي محوشين الدولار دول عشان يكسبوا منه، فبيرجعوا ايه بعد ما كانوا بيجروا يقفوا طوابير، بيرجعوا ايه يعني يمتنعوا عن ان هم يبيعوا الدولار. ده احد المتغيرات المؤثره في سعر الدولار. ليه؟ لان انا السعر اللي هو الحقيقي، يعني اذا كان صندوق النقد الدولي نفسه ما بيعبرش عن القيمه الحقيقيه. صندوق النقد الدولي جارفز لما جه اللي هو ممثل صندوق النقد الدولي لمنطقه الشرق الاوسط قال انا يعني ما كنتش متوقع ان الجنيه المصري ينزل بهذه الدرجه. صحيح.
فده معناه ايه؟ ده معناه ان انا وفقا للدراسات اللي عندنا احنا كاقتصاديين، سعر الصرف الحقيقي قبل التعويم كان بيتراوح ما بين 12-13. تمام؟ صحيح انك لما عملتي التعويم وارتفع الاسعار بالشكل المرعب ده، احنا عمرنا في مصر ما وصلنا لمستوى تضخم 30%، احنا وصلنا له. فلما حصل التضخم ده، كل ما يزيد التضخم يقلل لك قيمة الجنيه المصري بتاعتك، وبالتالي يبقى سعر الصرف الحقيقي بتاعك الدولار كأنك بتقوي قيمة الدولار نتيجة التضخم بيزيد. الحقيقة أنا كمان في حاجة مش قادرة أفهمها يا دكتور، هي حلقة مفرغة بتغذي بعضها. أكسر إزاي بقى الحلقة دي؟ أكسرها بإن أنا أنمي طاقاتي الإنتاجية اللي تجيب لي دولار. ده هو الحل الوحيد. طيب في دايما حد يعني سؤال حقيقة بيسألوا ناس كتير جدا ولم أجد له إجابة شافية، فرصة بقى حريك معنا نحاول إن إحنا نستثمر تواجدك معنا. إن كتير بيقولوا المفروض يعني أو على الأقل الوهلة الأولى إن العملة تكون مرآة عاكسة لحجم الاقتصاد. منين أكون عملتي بتتدنى أو تتراجع قيمتها أمام سلة العملات ويبقى في تعويلات على النهوض بالاقتصاد المتعلق بالعملة اللي بتمثلها هذه الدولة؟ وأنا بتكلم يعني بصفة عامة وبصفة خاصة أيضا. أنا هقول لك مصر عندها إمكانيات هائلة. يعني مصر قدراتنا كبيرة جدا، أكبر قدرات إحنا مش عارفين نستغلها الاستغلال الأمثل هي الموارد البشرية. إحنا الموارد البشرية عندنا هائلة، يعني أنا مش قادرة أقولك، يعني خدي أمثلة للآي جي لسه كنا بنتكلم، لكل الاختبارات بتاعتنا الشهادات هتلاقي إن المصريين عاملين إنجازات هائلة. خدي في كل الاختراعات اللي ممكن المرتبطة بالإنفورميشن تكنولوجي اللي هو تكنولوجيا المعلومات وغيرها، هتلاقي المصريين عاملين نتائج هائلة. وبالتالي إحنا عندنا طاقات هائلة، لكن القضية قضية كيف نستثمرها. كيف نستثمرها مرتبط بأن أنا أحدد المجالات اللي أنا أستثمرها فيه. يعني مثلا إحنا مهم جدا نقول أن المشروعات القومية اللي اتعملت، عملية أن أنا أدخل في لسينا، عملية منطقة قناة السويس واستثمارها، عملية أن أنا المحور بتاع أن أنا الصعيد ونازل إن شاء الله قانون الاستثمار وهو قانون واعد جدا وفي له رؤية وبيحدد بشكل كبير المشروعات اللي مصر فيها محتاجاها دلوقتي اللي هي مشروعات تشجيع الصادرات. في مدى زمني محدد لطلوعه؟ لأن دايما حقيقة لما بنتكلم عن قانون الاستثمار الموحد بيبقى ما بين التعويل عليه وما بين ان بيتقال ان طال انتظاره. هو قانون الاستثمار خلاص يعني راح لمجلس الدولة وكان عنده بعض يعني التعليقات عليه وتم أخذها في الاعتبار، وبعدين هو في مجلس النواب. لكن الميزة ان هو مجلس النواب كان بادئ عنده نسخة منه بيناقشها بالتوازي مع وجوده في مجلس الدولة، وبالتالي ان شاء الله متوقع انه ما ياخدش وقت كبير في مجلس النواب لانه اوريدي مجلس النواب بيشغل عليه. تمام. بيشتغل عليه وهو قانون واعد جدا واللي بنتمناه. بس واهم حاجه كمان انه يتعامل مع، احنا عندنا دايما الحقيقه في آفة الروتين والبيروقراطيه. ما هو بيحط حاجه اسمها نافذه استثماريه عشان يقلل. وعشان كده لسه كنت بكمل كلامي بقول ايه القضيه. القانون الاستثمار رائع جدا، لكن اللي يهمنا اكتر هو القدرة على تنفيذه على أرض الواقع. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه في الآخر حتى لو أنا عملت النافذة الاستثمارية وعملت الرخصة الذهبية لجذب مستثمرين، لازم يبقى عندي آليات للمتابعة والرقابة. يعني بمعنى مثلا لما نيجي نراجع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اللي كانت قبل التعويم بثلاث أيام، قرارات رائعة، لكن لما أجي أقول إيه مدى تنفيذها النهاردة على أرض الواقع، أنا بتمنى من المجلس الأعلى للاستثمار أنه يتابع تنفيذها. ليه؟ لأن لما باجي أقول مثلا أن أنا حاطط في القرارات دي أن مجلس الشكاوى التابع لهيئة الاستثمار يبتدي يتناول شكاوى المستثمرين ويبتدي يتعامل معها بشكل سريع جدا ليزلل الصعوبات، أنا المفروض الشكاوى دي تبقى يعني قدامي نموذج مهم جدا ان انا احاول احسن مناخ الاستثمار. يعني اخد الشكاوى دي كمثال، انا عندي شكاوى من كذا وكذا وكذا، يبقى لازم احسن ده. يبقى دي وسيله كمان لتقييم اداء الموظفين اللي بيتعاملوا، فلازم احسن اداء الموظفين دول ويبقى في اليات للمراقبه والمتابعه. حضرتك كنت لسه بتقولي ان في جداً. احنا بنمتلك عناصر واعده في مختلف المجالات، لكن ربما المشكله ان
ما فيش تغذية ليها، فكرة أنها ربما لا توجه التوجيه الصحيح، ما فيش دراسة واقعية لمتطلبات السوق، توزيع للأدوار، ده بيخلي احنا مثلا في إحجام عن دخول كليات الزراعة مثلا، لأن في قناعة أن هي ما بقتش هي دلوقتي اللي بتعمل الجدوى الشخص أو ما بيلاقيش فرص أيوة عمل. لأن ما فيش مشروعات، ما فيش اتساق يعني بين مخرجات التعليم ومتطلبات. أنت كدولة مش ناجحة أنك تستثمري الموارد الزراعية بتاعتك، عندك موارد هائلة، يعني أولا بتسيبي الأراضي يتبني عليها، ما انتيش حزمة في أنك تحافظي على الأرض الزراعية بتاعتك من العدوان من الناس اللي هم بيبنوا عليها، فدي قضية في منتهى الخطورة. صحيح بدأ يبقى فيها تطور كبير جدا طبعا في الأداء ومعالجات وحزم شديد في التعامل، لكن ما زال قدرتك على كمان على أنك تطلعي مشروعات زراعية ذات جدوى اقتصادية مربحة للفلاح، الفلاح لسه ما فيش اهتمام بيه بالقدر الكافي طبعا. يعني أنا الفلاح النهاردة لو الفلاح عارف أن أرضه دي هتطلع له عائد كبير عمره ما هيبني عليها. أنا كمان في معضلة يا دكتورة، لأنه في عائد اقتصادي جاي له منها، فلو لقى عائد اقتصادي كبير عمره ما هيبني عليها. الثروة الحيوانية والثروة الداجنة، يعني الملفات بتاع الثروة الحيوانية والثروة الداجنة دي ملفات تطلع إمكانيات هائلة تخلي لك الأسعار مختلفة تماما عن اللي موجودة عندنا. أنا مرة قالت لي جملة يا دكتورة يوم إن إحنا عندنا موهوبين لكن ما عندناش كوادر، ازاي المعادله دي ممكن؟ يعني احنا عندنا ناس ذكيه جدا وشاطره جدا، مش ما عندناش كوادر، لكن مش بالشكل اللي بيرقى الى يعني الطاقات اللي موجوده. لا احنا مش قادرين ناخد الثروات دي ونحولها الى طاقات انتاجيه. يعني بمعنى ايه؟ ان قدرتك يعني مثلا ممكن يكون عندك ناس اذكياء جدا لكن مش قادرين ياخدوا نتاج ذكائهم ده ويحولوه يعملوا له كوميرشاليزيشن. يعني ايه يعملوا له كوميرشاليزيشن؟ يعني يحولوه لمشروع تجاري له عائد. القدره على ان انا احول افكاري وطاقاتي الى مشروعات ذات عائد مش موجوده عندي. ليه؟ لان انا نظامي التعليمي ما بيطلعش روح المبادئه اللي هي ما يطلق عليه بالانتربرينورز اللي هم رياده الاعمال. أنا النظام التعليمي اللي بيطلع ده هو النظام القائم على تشغيل الدماغ المخ، لكن أنا نظامي كله قائم على التلقين، وبالتالي ما بيطلعش المهارات اللي عندي. لكن أنا في وقت قصير، وأنا بكلمك عشان أنا كأستاذة جامعة بتعامل مع طلبة مع شباب أعداد كبيرة جدا، ويعني بحس في القدرات دي قدرات كامنة لكن بجهد قليل قوي تقدري تطلعيها. وهو ده بقى الدور بتاع لما باجي اكلمك على بس ده موضوع في الاعتبار في خطه التدريس حاليا ان طبعاً انا ادعم طبعاً الجزئيه يعني دي بس بتعتمد فريق العمل على كل استاذ اللي حضرتك بتتكلمي فيها. هي بتعتمد بس الأزمات على كل استاذ ومدى ادراكه لاهميه الكلام ده ومدى تطبيقه. لكن مثلا كتير من الكليات بدات تعمل مثلا مراكز لرياده الاعمال جواها، بدات تهتم، ومنها مثلا جامعات عين شمس والقاهره بدا يبقى فيها اليات كتيره جدا تساعد الشباب ان هو يبتدي يدخل الى سوق العمل ويعرف ايه متطلبات سوق العمل ويبتدي يجهز نفسه لتحقيق هذه المتطلبات. لكن هي القضيه الاكثر اهميه رغم كل ده احنا مش قادرين نترجم، لان مفيش رؤيه قوميه من فوق. يعني مثلا حتى مبادره 2030 اللي هي الخطه رؤيه مصر 2030 ما زالت مش مفصله الى يعني لما تيجي تقولي مثلا قطاع الصناعي ما عندكيش خريطه واضحه تقول لك مثلا ان في الملابس الجاهزه ايه الطاقات الانتاجيه اللي محتاجه تحركيها، وبالتالي تبتدي تعملي مثلا حضانات او حاضنات للشباب دول تبتدي تغيريهم. مثلا ايه الحاجات، يعني مثلا انا هديكي امثله صغيره جدا، يعني وفي ناس كتير اتكلموا على ان ابسط طريقه لكده ان انا اجيب قائمه وارداتي وابتدي اقول طب ما انا عندي الواردات دي ده انا بستورد الاستك اللي بلف بيه الفلوس، ده انا بستورد القلم الرصاص، ده انا بستورد الاستيكه اللي هي الادوات الكتابيه دي، في حين ان انا ممكن جدا اصنعها، ده انا مثلا شنطه المدرسه انا اعرف ناس بينتجوا في مصر شنطه المدرسه وبيصدروها لاوروبا وامريكا، واحنا عندنا عجز. شوفي عندنا كم مليون تلميذ بيحتاجوا شنطه المدرسه، انا ممكن اعمل حاضنات ابتدي انقل فيها
أعمل شباب يشتغل في تصنيع شنطة المدرسة، مش بس تغطي السوق المحلية ولكن للتصدير. تماما، أن أنا أضمن جودة المنتج والقدرة التنافسية. لا، ما هو أنا مش بعملها أي كلام، أنا بعملها وفقا لمعايير ومواصفات، وحط كمان رقابة على الجودة. ففي الحالة دي يعني القضية قضية إيه؟ قضية ترجمة اللي أنا بقوله ده لواقع تنفيذي. يعني أنا مثلا النهاردة عندي آليات كتيرة جدا بتشتغل في القصة دي، اللي هي الصندوق الاجتماعي، وعندي آليات كتيرة والبنوك. لكن البنوك في كل ده تنسيق بين الجهات المعنية، ما لو اشتغلنا فرادى مش هنجني الثمار المرجوة. ما هو عشان كده احنا عايزين نقول ايه، موضوع المشروعات الصغيرة، مبادرة الرئيس السيسي 200 مليار جنيه مبادرة رائعة، لكن حتى الآن لم يحصل الاستفادة منها. ليه؟ لأنه لا توجد رؤية قومية أوجهها لأني مجالات. يعني مثلا أنا ممكن أقول إيه، أنا عندي قطاع غير رسمي ممكن أوجه له جزء يوم يتحول إلى الرسمي، دي أول حاجة مهمة جدا. أنا عندي مشروعات، ما هي دي كلها الغير الرسمي دي هتلاقي معظمها متناهية الصغر. تمام. فلو أنا جيت لقيتها طاقات إنتاجية شغالة وفي بوتنشل منها، لو درست اقتصادياتها ولقيت في إمكانية إنها تدخل يا في التصدير يا في إحلال الواردات، أبتدي أعمل لها تصنيف وفقا للقطاع. أو ما أجيبهم كلهم مثلا، اللي في قطاع الملابس، اللي في قطاع الجلود، اللي في قطاع الأساس، وهكذا أجمعهم كلهم وابتدي أعمل لهم أرفع اقتصادياتهم وأرفع مستوى أدائهم. وهم هنا هيبقوا عايزين جدا أنهم يتحولوا إلى القطاع الرسمي، طالما إيه؟ طالما أنهم لقوا دعم فني ولقوا نفاذ للأسواق الخارجية. لأن هم مشكلتهم المشروعات متناهية الصغر في إيه؟ إن هم بيبيعوا بسعر صغير. فالسعر القليل اللي بيبيعوا بيه نتيجة ان هم نطاق قدرتهم على التسويق ضيقة، فبيبيعوا بسعر قليل قوي. فلو هم كان عندهم فرصة للأسواق الدولية هيقدروا يرفعوا أسعارهم. لو رفعوا أسعارهم يبقى بيبقى عندهم فرصة أكبر للإجادة، وخصوصا لو لقوا دعم فني. في دعم الحقيقة من الدولة لهامش الربح والخسارة. يعني أكثر حاجة يعني هي القضية القضية هي السؤال بتاع إيه، وإحنا بنتكلم على الدولار، هل لدى الدولة وبالذات المسؤولية بتقع بشكل رئيسي على وزارة التجارة والصناعة، لأن هي المسؤولة عن القطاع الصناعي. وفي الحالة اللي احنا فيها هنا القطاع الصناعي والزراعي قطاعين في منتهى الأهمية لمواجهة الموقف اللي احنا فيه. ليه؟ لأنهم يقدروا ينتجوا محل الواردات بشكل كبير ومهم جدا، وفي نفس الوقت في طاقات كبيرة جدا ممكن تتحول إلى التصدير في وقت قصير جدا. فلو أنا عندي خريطة، الخريطة دي بتابعها يوميا لكل صناعة تحت القطاع الصناعي، ايه تنافسيتها وايه قدرتي ان انا ادعمها والتمويل بيجي لها منين وازاي احركها. ده انا اللي حصل بعد أزمة بعد ارتفاع سعر الدولار دي، اللي حصل ان في صناعات كتيرة كانت بتصدر مش قادرة تصدر. فتخيلي اصلا الوصفة بتاع صندوق النقد الدولي بتقولك ايه، بتقولك لما تعملي التعويم صادراتك هتزيد لان هتبقى ارخص، لان لما الجنيه المصري ينزل تبقى الصادرات المصريه ارخص. هي الدفعه الثانيه من القرض هتتاخر خلاص في مارس، يعني هو المفروض في جايه بعثه في مارس ان شاء الله، يعني الشهر الجاي، عشان تبتدي تتابع تعمل ايفالويشن، يعني نوع من التقييم لما تم قبل ذلك، وتبتدي المفروض يتم بناء على هذا التقييم يتم الدفعه الثانيه. لكن انا عايزه اقول لك ان مش، خدي بالك، هي كل يعني الصندوق النقد الدولي هيدينا اول ان اول كله 12 مليار دولار. تمام. القضيه قضيه انا قدراتي التصديريه مش نهايه المطاف القرض، يعني لان في النهايه ده بيحملنا مسؤوليات مضافه. انا عندي قدرات تصديريه ممكن تصل ل 100 مليار دولار. طيب انا في السياحة، قبل ما الحوار يخلص انا اسف المقاطعه لحضرتك، السياحه عندي طاقات هائله، ويمكن بدا ملف السياحه بيتحرك كتير. صحيح. جدا. صحيح. الاستثمارات الاجنبيه، وان شاء الله قانون الاستثمار يلعب دور، يعني انا ممكن في الاستثمارات الاجنبيه لو المستثمر الاجنبي اقتنع ان انا عندي استدامه في سياساتي لمده قادمه، مصر هتبقى واعدة جدا لاستثمارات أجنبية كثيرة جدا تيجي. وفعلا بدأت وفود من دول كثيرة بدأت تيجي تدرس إيه فرص الاستثمار اللي هي في مصر مربحة جدا، وفي خطة حاليا لنهوض بالسياحة وهي قطاع حيوي جدا في مصر. بالظبط. يعني فهي القضية قضية إيه، إزاي أنا أدعم الجنيه بتاعي؟ لازم يكون عندي رؤية واضحة واستراتيجية واضحة لدعم. وعلى فكرة وأنا بدعم الجنيه
انا بحرك الاقتصاد كله. يعني هي القضيه مش قضيه ان انا عشان بدأ ده انا وانا بدعم الجنيه يعني بشجع التصدير، يعني بشجع انتاج تحل محل الواردات، يعني بدعم كل وانا لما بدعم الجنيه انا بدعم المواطن وبدعم الدوله بالظبط وبدعم المواطن، وبعدين انا كمان بدي للمواطن فرص، فبرفع يعني بحسن له نوعيه الحياه بتاعته. كل ما تحسنت نوعيه الحياه كل ما انتاجيته تبقى اعلى، كل ما يبقى مساهمته افضل في توليد الناتج. وهكذا المهم ان كل ده ينعكس ايجابا على الفجوه اللي اتسعت بين الاسعار وبين دخل الفرد، لان الحقيقه طبعا دي واحده من المشاكل المؤرقه جدا. اسمحي لي اختتم بالتدين باعلان محافظ البنك المركزي طارق عامر وصول حصيله البنوك لاكثر من 13 مليار دولار. يعني ده اللي هو الايداع اللي في البنوك نتيجه لتحرير سعر الصرف بالظبط كده. ده من اي منطلق حضرتك بتشوفي ده مؤشر ايجابي؟ ده ممكن مؤشر ايجابي، ده مؤشر ايجابي، لان هو يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان كانت احد اهداف التعويم ان انا اخرج من ان كان قبل التعويم على فكره اللي بيسيطر على سعر الدولار الصرافه. تمام، فانا حولت ده الى ان الجهاز المصرفي هو اللي بيعلن سعر الصرف، وبالتالي دي نقطة إيجابية عشان أتغلب على ما كانت تقوم به مكاتب الصرافة من تلاعب بسعر الدولار. فدي خطوة إيجابية، لكن في نفس الوقت هذه الخطوة محتاجة لمزيد من الدعم. يعني أنا نجحت أن تحويلات المصريين تزيد كمان يعني، لكن مازال حتى الآن في جزء من التداول بيتم خارج القطاع المصرفي من خلال سوق الصرافة. ليه؟ لأن ما زال الجهاز المصرفي هو بيقول أنا بدي، ولكن بدي مش بيفي بالطلبات، يعني العرض أقل من الطلب، بيفي بالطلبات اللي هي دوكيمنتد، يعني في مستند عليها. يعني مثلا في حد مسافر بيديله، في حد بيتعالج بره بيعلم ولاده وهكذا، لكن ما حدش بيروح كده ياخد الدولار كده بشكل مطلق. وبالتالي هي القضيه ايه؟ ان انا هنا عشان اخلي الجهاز المصرفي يلعب دوره بشكل كبير في عمليه التنميه، في اليه محدده لاحتواء المشكله دي، في جمله اخيره ختاميه محدده. الاليه هي دعم الانتاج، دعم الانتاج المصري. وعايز اقول حاجه تانية مهمه، ان نفس الجهاز المصرفي اللي دلوقتي بيحدد سعر الصرف لازم يلعب دور اكثر فاعليه في دعم الانتاج. اسمح لي اختتم بهذه الجمله، جزيل الشكر دكتوره يمنى الحماقي استاذ الاقتصاد، شرف لي. اهلا بكم. اشكركم مشاهدينا الكرام، ختام لقائنا مع حضراتكم النهارده، بتاكيد لقاءات يوميه متكرره من خلال برنامجنا من القاهره. كونوا دوما معنا بعد قليل ساعه اخباريه شامله على شاشه النيل للاخبار. تصبحوا على خير.